السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حي الله الجميع. طبعا الفراولة الآن تقول تدق التحية لي طبعا من كبرى الأحجام ونماء خضري ممتاز جدا. خلينا نشوف أكبر حجم موجود هنا، يا ريت الميزان موجود عندي أساس أني أزنها، لكن جدا جدا ممتازة. شوف الأحجام ما شاء الله تبارك الله، حتى اللي عند الخزان برضو حجم ما شاء الله، يعني حمار ما بعده حمار، يعني قمة السكريات. سمي بسم الله ونشيل هذه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، في شيء متأخرين عليه، لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. أحجام هذه صغيرة لكن باقي أحجام جدا ما شاء الله ذايبة. نسبة الأملاح من 650 إلى 750، الـ pH من 6 إلى 6.5. طبعا لازم الواحد أنه يحرص على متابعة النباتات عدم إصابتهم بالأمراض وخاصة العناكب، لأنه العناكب يعشق الفراولة، فلذلك لازم تحرص عليه في مكافحته، عدم إهماله، أهم شيء لا تهمله. لأن كثير من الناس يتوقع أنه في زراعة بدون رش حشري، فأنا أقول له لا ما تقدر، لازم رش حشري ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا طبعا دائما أقول خلصت، هم اللي رحت لقيت في الخلف موجود. بسم الله، هذا النظام الثاني، أحجام ذولا صغيرة مرة ما شاء الله، في أحجام متوسطة كبيرة. طبعا الأحجام هذه تعتمد على الشتلة، نوع الشتلة، هل هي جيل أول جيل ثاني، نوعها، أحيانا بعض البذرات أو بعض الشتلات تكون أحجام كبيرة مرة. الآن حنا خلصنا من هنا، كذلك خلصت من هنا، باقي اللي فوق ما شفناه. النظام اللي هناك طبعا في واحد أزلته وفي واحد أنا آكل منه، متى ما اشتهيت أكلت منه. هذا هو النظام، كذا انتهينا من الفراولة. النظام اللي هنا شلته، باقي نشيل. طبعا أنا الآن أنتم تعرفون هذا كله نباتات شتوية وكلها خلصت الحين، ما باقي لي هذا نشيله خلاص، أنا وقفت النظام هذا. هذا خلاص الحين كله هذا خلص، كلها شتوية وخلصت، باقي بس من الشتويات باقي هذه وهذا، البصل الأخضر والأبيض. كانت هنا الببينو، هذا الببينو كانت هنا قبل قليل، شلتها أنا والولد وحطيناها هنا وربطتها وخلتها متسلقة. قللت من البيديجان الأخضر ومن الفلفل الحار، قللته، حطيت بس بعض الأشياء اللي نحتاجها بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.